تشورماك يؤكدون بأن كابول ليست في خطر داهم، وبأن هذا كله من طالبان دعاية من أجل أن تسيطر على المدينة بعد أن سيطرت على مناطق حيوية وحدودية. ما رأيك بهذا الاستنتاج؟ أعتقد أن العاصمة كابول هي رمز للدولة ووجود الحكومة، ولكن إذا سيطرت حركة طالبان الآن على تقريبا ثلثي يعني أفغانستان على الأرض فعلا، فأعتقد أن عندما نقول كابول في مأمن هذا لا يعني أبدا أن أفغانستان في مأمن. كابول فيها المطار وفيها الحكومة وفيها السفارة الأمريكية والسفارات الأجنبية، ولكن لما أسمع أنا وزارة الخارجية الأمريكية بالأمس تصدر قرار بسحب كل الرعاية الأمريكان وتحثهم على الخروج فورا من أفغانستان، ونفس الموضوع اتكرر في أكثر من عاصمة أوروبية، أن هناك أمور ما تجهز على الأرض. إحنا دور بقى اللي هيحصل على الأرض إيه؟ هل ستنسحب كل القوات حلف الناتو والقوات الأمريكية فعلا مع نهاية هذا الشهر؟ هل سوف يستمر وجود الرئيس رجب طيب أردوغان والقوات التركية لحماية كابول وفقا للاتفاق أو الصفقة التي يريد أن يعقدها مع الرئيس بايدن؟ هناك أمور يعني لم نستوضحها بعد، ولكن أنا أعتقد أن يعني كابول ليست ببعيدة عن حركة طالبان، زي ما قال ضيفنا الكريم من برلين، لا يمكن السيطرة على أي حرب من الجو. فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من حرب أنها تحسم المعارك من الجو، لابد من وجود قوات على الأرض. والنهاردة القوات نزلت لأقل أعداد لها من ما كانت 90,000 من قوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان، النهاردة يعني أقل من 10,000، وسوف يتناقص هذا العدد تدريجيا مع نهاية هذا الشهر. لا أعتقد أنه يمكن حماية كابول من دخول حركة طالبان بالعمليات الجوية فقط.